صحيح، خاطر لو ترجع للتاريخ قل وندر أنه نادي ربح البطولة في زوز مناسبات متتالية. أي قلت قل وندر. طيب وهذاك علاش قلت صعيب؟ يبقى أن الفريق اللي عندنا توا بإمكانياته أفضل من الفريق اللي فاز بالبطولة، باش الجمهور يعرف اللي عندنا القدرة تاع الفوز ويزم مساند الفريق ونمشي خطوة خطوة كما عملنا عام ناول، نطلع من المجموعات نوصل للمربع الذهبي اللي هو نعتقد أنه مكاننا الطبيعي. من بعد ثم برشا عمل وبرشا حظ اللي نجم نأكدوا اليوم اللي الترجي قاعدة تعمل، واللي الترجي قاعدة تنجح، واللي الترجي قاعد يتحسن، واللي مدربها معناها قاعد ياخذ ثقة، معناها من مباراة الأخرى ياخذ ثقة في روحه. لو يبقى أنه احنا في حاجة لدعم الجمهور متاعنا، ومع بعضنا إن شاء الله نهزوا البطولة هذه، ومع بعضنا كذلك ما نخليوش رئيس النادي وحده وقت اللي الفريق ما يربحش، يلزم مع بعضنا في الخسارة مع بعضنا في الربح. كولاني شنو ينقص الفريق طبعا وإلا ما تكامل تشوف ما ينقص شيء؟ سؤال محرج ماذا بيا ما نجاوبش عليه. فنية ما نحبش ندخل في الفنيات، تولي كاني تنبير وأنا ما نحبش الحكاية هذه. ما نحكيش في حاجة تهم الترجي على الملأ من الناحية الفنية. كان سألني المدرب ولا سألني رئيس الجمعية يمكن نعطي رأي ونتسائل ربما، لأني علاش بنحبش زادة نعطي رأي أنا في الفنيات فيما يخص النادي، لأن أنا ما نتفرجش في التدريبات، نعرفش كون حاضر نعرفش كون مش حاضر نعرفش كون جاهز، فهمتني؟ لذا نقولك علاش ما نلعبش فلان ونتعبش فلان، ربما ثم أعذار موجودة وكذا أنا ما نعرفهاش، فبالتالي أنا طالما أنا بعيد ماذا بيا ما نتكلمش في الأمور الفنية.